أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل الأعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الدكتور ناصر محمد الحقان من بيوتي ستايل كلينيك. أهلاً دكتور. أهلاً وسهلاً بكم، شرف بكم. بداية شكرا جزيلا دكتور لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى بالبداية عرفنا المزيد عنك وعن خبرتك الطويلة في المجال. أهلا وسهلا بكم، نتشرف بكم في زيارتكم لبيوتي ستايل كلينك دبي. معك الدكتور ناصر محمد الحقان، استشاري طب الأسرة، أستاذ مساعد مشارك في طب الأسرة من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز في جدة في المملكة العربية السعودية. أنا من المملكة العربية السعودية، اشتغلت في الحرس الوطني، الشؤون الصحية بالحرس الوطني لمدة تقريبا 35 عام إلى 36 عام، والحمد لله في استشاري طبيب أسرة. قمت بأعمال كثير من الأعمال الإدارية والميدانية والكلينيكية في المملكة العربية السعودية، والآن أنا أعمل في دبي كمستثمر في العيادة، أملك هذه العيادة في الأخصائية، أملك هذه العيادة تقريبا 3 سنوات، والحمد لله. أهلا بكم في دبي مرة أخرى. دكتور ناصر، ممكن تخبرنا المزيد على الأقسام الموجودة عندكم في العيادة، وما هي الخدمات اللي يقدمها كل قسم للمرضى؟ حقيقة بيوتي ستايل كلينك يقدم عدة خدمات للمراجعين، من ضمنها أولا في عيادة التجميل، الجراحة التجميلية، وعيادة طب الأسرة، وعيادة التغذية والتنحيف، وعيادة الليزر ثيرابي، بالإضافة لعيادة التجميل بصفة عامة. طبعا في عيادة طب الأسرة نأخذ العناية كاملة للأسرة ككل، من الصغير إلى الكبير، نتعامل معهم بكفاءة كاملة وعلاجيا، والحالات المحتاجة للتحويل نحولها، والحالات اللي تحتاج مثلا متابعة نتابعها عندنا في العيادة هنا تمام. فهذا بالنسبة لعيادة طب الأسرة. بالنسبة لعيادة الجراحة التجميلية، نملك صراحة أحد أشهر الأطباء في الإمارات العربية، دكتور هادي منصور، وهو الطبيب الأول في العالم العربي في عيادة التجميل وتخصيص عيادات التخصيص، مشهور جدا على مستوى الإمارات العربية المتحدة. في عندنا قسم التغذية والتنحيف، في عندنا الدكتورة تالا الناظر، هذه أخصائية تغذية قديرة جدا. عندنا أجهزة خاصة بالتنحيف وإنقاص الوزن بطريقة علمية، نتعامل مع عدة مراكز مؤتمرات بتحليل كامل للجسم، الكتلة كل النواحي من ناحية الجسم، سواء الكتلة العضلية والدهون، نسبة الدهون، وكذلك نعمل تحليل خاص بالدم اللي يأثر على الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، ما هي المواد أو ما هي أنواع الأكل التي تزيد في السمنة عندهم، ولذا ننصحهم بالابتعاد عن هذه، ما يحسن في طبيعة علاج مرضى السمنة المفرطة. هذا من ناحية. من ناحية العلاج بالليزر صراحة هو ثورة علمية الآن، عندنا ما شاء الله عدد من الأجهزة الحديثة جدا جدا متطورة في علاج الليزر، الأمراض التي تخص الجسم، من الأمراض مثلا زيادة الشعر، الكتل، الندبات، البهاق، الأشياء هذه نتعامل معها بحرفية كاملة الحمد لله رب العالمين. وكذلك عندنا قسم الأمراض الجلدية تحت إشراف أخصائي قدير جدا في الأمراض الجلدية، هو الدكتور لؤي، يقوم بمعالجة جميع الأمراض الجلدية الفاشية والمتفشية في المجتمع باقتدار كامل الحمد لله. متواصلين مع دكتورتنا دكتورة تالا من قسم التغذية والتنحيف. أهلا دكتورة. أهلا فيك. بداية دكتورة مرحب فيكي معنا بالبرنامج، ومنحب تعرفين المزيد عنك وعن خبراتك الطويلة في قسم التغذية.
معكم تالا الناظر، أخصائية التغذية والحميات السريرية من عيادة بيوت ستايل. عندي تقريبا اكسبيرينس في هذا المجال بما يعادل من 8 الى 10 سنوات. دكتورة، ممكن تحكي لنا المزيد على قسم التغذية في بيوت ستايل كلينيك؟ طبعا اللي بيميز عنا قسم التغذية انه فيه عدة تقنيات ممكن نستخدمها لحتى نساعد المريض يحصل على النتيجة اللي بده اياها، والهدف ونوصل للهدف اللي جاي مشانه. فاحنا بالعاده بنبدا مع البيشنت بنعمل الاسسمنت فورم، هو نيوتريشنال اسسمنت فورم، نعمل بعدين اللي هو الان بودي اللي هو اسسمنت كامل للجسم بنسبه الدهون العضلات المي توزيعها في الجسم. بناء على الاسسمنت بنحدد البيشنت شو هو الخطوات اللي لازم يتبعها. طبعا بعد ما نعمل اسسمنت كامل للبيشنت بنشوف الكيس تبعه، هل هو بحاجه لزياده وزن او نزول وزن، او في عندنا مشاكل صحيه. ممكن نعمل تحاليل مخبرية، ممكن نعمل تحاليل جينية حتى نعرف الكيس كاملة وشو التارجت تبعنا. بعدين ممكن نستخدم طبعا أجهزة التنحيف السليمينج ماشينز، في عنا أكثر من جهاز، عنا باور شيب وعنا الفات فريزينج. طبعا كل واحد له تكنيك مختلف وكل شخص ممكن يحتاج يستخدم الجهازين أو يستخدم جهاز واحد حسب شيب الجسم، حسب الهدف من الجهاز للحصول على جسم مثالي. بالعادة لما يجي عندنا البيشنت أول شيء بنعمل له assessment كامل، nutritional assessment، بعدين نعمل الانبادي اللي هو ببين نسبة الدهون والعضلات والمي وتوزيعها في الجسم. بعدين بيجي عندنا خطوات تانية، ممكن نلجأ لنعمل تحاليل مخبرية أو تحاليل جينية أو تحاليل الدم اللي هي regular check-up. بعدين ممكن نلجأ للدايت بلان او الحمية، طبعا بتكون خاصة لكل بيشنت حسب الكيس تبعه. بالاضافة للسليمينج ماشينز، بتعتمد على السليمينج ماشينز تختلف من شخص للتاني، وعدد الجلسات بتختلف حسب الاريا اللي بنشتغل عليها والهدف منها لحتى نوصل على نتيجة واضحة وسهلة وسريعة بدون اي تدخل جراحي. دكتور ناصر، من خلال النجاح الرائع اللي حققتوه والسمعة الطيبة اللي اكتسبتوها، ما هي خططكم المستقبلية وما هي الرؤية المستقبلية للعيادة؟ حقيقة بشكرك على هذا السؤال جدا أستاذ عبد الرزاق. الخطط لدينا خطط مستقبلية بإذن الله للتوسع في عياداتنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في أماكن أخرى، وذلك للمساهمة في نشر الوعي الصحي ومعالجة المراجعين والمرضى بشكل كبير، وخاصة في إمارة دبي بالإمارات المتحدة. وبإذن الله لنا خطوات إن شاء الله بإذن الله تطويرية في فتح عيادات أخرى إن شاء الله في مناطق دبي بإذن الله تعالى. نتمنى لكم دائما التوفيق وتوصلوا لجميع إمارات الدولة. الله يكرمك. دكتور ناصر، أنت كرائد أعمال ومقيم في دولة الإمارات، ما هي نصيحتك لأي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ حقيقة صراحة سؤال مهم جدا جدا، وكثير أعتقد من الناس يسأل السؤال هذا. فأنا صراحة من خلال فترة تواجدي في دبي في الإمارات العربية المتحدة استنتجت أنه هناك في تحفيز وتشجيع من قبل حكومة دبي للمستثمرين العرب، خاصة نحن من دول الخليج، نعتبر الإمارات العربية يعني بلدنا يعني كخليجيين. فكان هناك تشجيع كبير جدا للاستثمار وتسهيل وتنظيم دقيق جدا جدا عالي، مما يؤدي الى سهولة الاجراءات سواء بالنسبة للمريض او المراجع او بالنسبة لنا كمستثمرين، فحقوقنا محفوظة، حقوق كذلك المراجعين محفوظة جدا. النظام جدا مميز خاصة في نظام DHA في دبي. دكتور ناصر، بالنهاية بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بتابعونا حاليا كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع العيادة. حقيقة نتواجد في مدينة دبي شارع الشيخ زايد في وايت كراون تور في الدور 18، ولنا مواقع في السوشيال ميديا تحت مسمى بيوتي ستايل كلينيك، سواء في الانستغرام او في السناب
أو في وسائل السوشيال ميديا الأخرى، وممكن التواصل عن طريق اللاندلاين 4222-0041، وكذلك عن طريق الموبايل 567-6699-22. بالنهاية نحب نشكرك دكتور ناصر على تواجدك معنا ببرنامج، نشكر جميع طاقم العمل والدكاترة في العيادة، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. بشكركم على الزيارة، شرفنا بكم، شكرا لك سلام رزيك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.